كيكة الموز. مرحبا بكم متابعو قناة أمون تي في شو. اليوم جايز أولى حلقات سلسلة جديدة في قناتي اسمها وصفات المشتركين. جايز سلسلة وصفات المشتركين رح يكون في تحدي دائما بيني وبينكم. يعني أنا بجيب وصفة وانتم من اكثر الوصفات اللي بتطلبوها مني هاخدها وحعملها، فبدنا نشوف في نهايه الحلقه وصفه مين الاحسن، وصفه امون ولا وصفتكم. الوصفات اللي رح دائما نعملها ما بدنا نخليها صعبه، لانه في ناس كتير بتحب تشوف مثل هيك حلقات وتطبقها وتروح تعملها بعد ما تنتهي الحلقه، فانا رح احاول اعملكم وصفات جديده وزاكيه انا دائما بعملها، تكون اغلبها فيها مايكرويف ما فيها فرن كتير، لانه اغلبكم ما بيقدر يستخدم الغاز. فسو جايز اليوم رح يكون اول تحدي بيني وبينكم مين الوصفة الالذ، ودائما رح تكون بس حلقة واحدة في الاسبوع من هاي السلسلة، وباقي الحلقات إلو السبرايز دي اي واي فتح واستعراض اشياء جديدة. فيلا جايز let's get started، وخلونا اول شي نبدأ بوصفة امون. let's go. اللي هي بانانا مك كيك، كيكة الموز لكن من غير غاز، بس باستخدام المايكرويف لمدة دقيقة واحدة. هلا ليتس جو مشان افرجيكم الريسبي المكونات. اول شغلة بجيب هذا المك، هذا المك مخصص ينحط في المايكرويف، تقدروا تعرفوا انه بيكون مكتوب على المك نفسه ساين انه هذا المك للمايكرويف، سو بنقدر احنا هذا المك إنه نحطه في المايكرويف لمدة دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة من غير ما ينكسر. هذا أول شيء المج. ثاني شيء بجيب قطعة موزة، أنا رح أستخدم قطعة موزة واحدة بس. الخطوة الثانية بحطها بصحن، بجيب ملعقة واحد وربع تقريبا 60 مل من البراون شوغر. من اللي براون شوغر؟ السكر اللي لونه بني. حبيت فرجيكم اياه بالعلبة مشان تعرفوا كيف شكله. بنفس الكمية بجيب حليب، كمان نصف ملعقة من الزيت العادي، هذا مو زيت زيتون، ما بعرف شو بتسموه، زيت نخيل. نبدأ بالتحريك. نجيب تقريبا ملعقة ونص 120 مل طحين، ملعقة من القرفة المطحونة، السينامون، رشة ملح خفيفة، مكونات منيح، بعدها بجيب قطعة شوكليت صغيرة. يومي يومي أنا تحمست. هلأ أنا متحمسة كتير للخطوة الأخيرة، وهي أنه أضع هذا الكب بالمايكرويف لمدة دقيقة. يلا جايز ليتس جو. هاي الساعة الرملية كمان لمدة دقيقة.
سكة الموز خلوني عن جد هلا ادوقها ورح اعطيكم رأيي فيها. Let's go. شوفوا الشوكليت، واو كتير زاكية يومي، كتير زاكية، انا كتير حبيتها. بنصحكم جايز تجربوها، اكتبولي في التعليقات اذا عن جد حتجربوها اوكي ما تجربوها، انا كيف طلعت معكم اوكي. يلا خلوني خلص، انا كتير جعان. هلا خلونا نروح لوصفاتكم انتم، اكثر التعليقات اللي اجتني. طبعا انا اخترت وصفة اكثر التعليقات، يعني قرأت تعليقاتكم كلها وتكررت معي وصفة الاوريو. انتم اخترتم وصفة الاوريو لكن انا رح اضبط لكم اياها اكيد، لانكم انتم المنافسين، حاملها بطريقة زاكية. اول شغلة جبت اوريو. الاوريو يامي. بدي اجيب هذا الكيس، الكيس النايلون اللي بتحطوا فيه الاشياء وبتحتفظوا فيها، وبدي احط فيها الاوريو. بعدها جايز بتجيبوا هاي، اكيد موجودة في كل بيت، انا عندي مطرقة بس حبيت استخدم هاي لان هاي اكيد موجودة في كل بيت. طحنا هيك صار شكله. بنجيب ماج اللي بنحطه في المايكرويف. هلا نجيب بيكنج باودر. كمان رح احط حليب ملعقة ونص. واو صار شوكليت. جبت صينية الكب كيك، رح اخذ هدول جايز رح احطهم في المايكرويف بعدين بنزين. سبرينكل ميكس بجميع النكهات. منا ما بحب مارشميلو، رح احط رح ازينها اول شيء بمارشميلو. حطيت الشوكليت كمان. يومي يومي، انا كتير تحمست لاجرب. نشوف الرأي رأيكم بالآخر، اكتبوا لي في الكومنت أي وصفة رح تعملوها وأي وصفة أسكى. إذا أنتم جداد في قناتي وأول مرة بتشوفوني، لا تنسوا تضغطوا على الزر الأحمر زر الاشتراك وتحطوا لي لايكات، واكتبوا لي كومنت عن جد أي وحدة رح تعملوا أول، وأنا بنصحكم أعملوا تبعتي. أوكي باي باي.